قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن معهد أبحاث الليزر وتطبيقاته يعد أهم المعاهد الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بنشاطه البحثي. وأضاف أن المعهد بدأ الدراسة الأكاديمية بدبلومة علوم الليزر وتفاعلاته بمعهد الأبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة عام 2016، موضحا أن مدة الدراسة في الدبلومة عام كامل بنظام الساعات المعتمدة. جامعة بني سويف تضم العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ومن أبرزها معهد أبحاث وتطبيقات الليزر الذي يمتاز بنشاطه البحثي ويحتوي على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة. المعهد يختلف عن المعاهد الأخرى في المنطقة نظراً للاختلاف الكبير في الأهداف والأغراض ومجال الدراسة، حيث يتطلع المعهد إلى تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم بعد الجامعي. طبعا في معهد ابحاث تطبيقات الليزر احنا معهد بيقدم العديد من الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وطبعا ده اتجاهات بحثيه عديده داخل المعهد تخدم طبعا المجتمع البحثي والمجتمع حوالينا، خصوصا في البيئه الصناعيه اللي عندنا في بني سويف. وعندنا تطبيقات برضو بنعملها كتير، ابحاث تطبيقات الليزر في المجال الصحي سواء كان في علاج بعض الامراض الاورام السرطانيه او كمكافحه بعض الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه. فعندنا اتجاهات بحثيه بيولوجيه واتجاهات بحثيه طبعا صناعيه. احنا هنا بنعمل العديد من التجارب وخاصه تطبيقات الليزر في البيولوجي والميكروبيولوجي والاستخدامات المختلفه للليزر وصفاته. عندنا في المعمل في العديد من الابحاث، وكان من اهم الابحاث دي استخدام الليزر في علاج الكانسر او السرطان والمرض المنتشر. وعندنا العديد من الخلايا سيل لاينز للكانسر بنجرب الليزر بالبارامترز المختلفه بتاعته، وبنحدد منها أهم البارامترز اللي ممكن نستخدمها في علاج الكانسر ووقف نموه. وكمان كان عندنا استخدام الليزر في مشكلة كبيرة كانت بتواجه المجتمع المصري كله، وهي التليف الكبدي اللي ناتج عن عديد من الفيروسات، وطلع وأنتج الليزر نتائج بحثية رائعة وتم نشرها في مجلات عالمية مرموقة. المعهد يمنح عددا من دبلومات الليزر ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات، ويسعى إلى إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية في استخدام الليزر وتأهيل باحثين متخصصين من خلال برامج أكاديمية في الدبلومات المتخصصة والماجستير والدكتوراه. بيقدر يلتحق معنا طلبة من كليات مختلفة، كليات علمية زي كلية علوم، كلية طب بشري، كلية صيدلة، طب أسنان، طب بيطري، زراعة، في مجالات مختلفة كل تبع تخصصه. والمعهد هنا فريد لأن في أجهزة متميزة جدا مش موجودة في الشرق الأوسط كله. أنا اشتغلت على الفيفو على الأنيمال موديل، كنا بنحاول نعمل نستخدم الليزر كنوفل تريتمنت للليفر فايبروزيس، وفعلا طلعنا نتائج كويسة إن الليزر قدر يعمل أميلوريشن للإفكت بتاع أو التأثير بتاع الليفر فايبروزيس، وبدأنا فعلا نعالج وطلعنا نتائج كويسة منه جدا، ونشرنا بها بحث في اللايف ساينس. طبعا الدولة بتدعم كل البحث العلمي والأجهزة اللي احنا بنحتاجها دايما بيدعمونا بيها. هدف المعهد ان احنا ازاي نطور من البحث العلمي بحيث ان هو يقدر يخدم المجتمع. اشتغلت الماجستير في ازاي نطور أجهزة الليزر بحيث دكتور احمد زويل استخدم الفيمتو سكند ليزر ان هو يصور الانتراكشن اللي بيحصل في التفاعل الكيميائي. كما يهدف المعهد الى خدمة المجتمع المصري بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة في علوم الليزر وتطبيقاته في كافة المجالات الطبية والهندسية والبيئية والبيولوجية والزراعية والعلمية، حيث ان الليزر يمثل القاعدة الأساسية لعديد من القياسات العلمية والبرامج البحثية والتطبيقات الآمنة.